ما هو علاج ضعف الهمة في طلب العلم وفي أداء الأعمال الصالحات؟ ما في شك الإنسان يكون عنده كسل ويكون عنده خمول، لكنه يصبر على طلب العلم، يصبر على المشقة. العلم هو يؤخذ بالراحة، ويؤخذ العلم مع المشقة والصبر، تحمل على ذلك، ويصبر ويكون عنده عزيمة ورغبة في طلب العلم، ويصبر على مشقة الطلب وطول المدة. نعم. يقال إن رجلا يطلب العلم وأشكلت عليه مسألة عاجز عن حلها مع كل الوسائل التي بذلها، فأراد أن يستسلم لليأس، بينما هو مستلق على ظهره وإذا بنملة تحمل معها شيئا وتصعد الجدار، كل ما شارفت على الوصول سقطت، ثم تعود مرة ثانية وتحمل، تعود مرة ثالثة، المرة الأخيرة صعدت. فقال سبحان الله، هذه نملة ما أيست، تحملت المشاق حتى وصلت إلى مطلوبها، أنا لا أصبح مثلها. فصبر فظفر وأدرك مطلوبه. نعم.